السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى ايضا اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد، كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم. وكيف كتشوفوا معايا ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم كوكلي ديال الدجاج معمر بالفيرميسال، فخليكم معايا نعطيكم المقادير ومن بعد نشوفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للكوكلي فانتوما تقدروا تختاروا العدد اللي بغيتوا على حسب شحال عندكم ديال الناس. انا غادي نوجد ثلاثه ديال الكوكليات صغار. غادي نحتاجوا بصله مشلضه، انا لقيتوني خلطت ما بين نص بصله بيضاء ونص حمراء، نتوما تقدروا ديروا اللي متوفر عندكم. نص حامضه مقطعه طريفات صغار، جوج فصوص ديال الثومه محكوكين، وواحد جوج معلقات ديال القزبر ومعدنوس. غادي نحتاجوا التوابل، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال التليبزار، الملح على حسب الذوق، وغادي نحتاجوا واحد المعلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال الخرقوم. بالنسبه للكبده والعناق والقنصه فانا غادي نغليهم في الماء، عاد من بعد غادي نضيفهم ملي طيب ليا الكوكلي ديالي عاد غادي نضيفهم على المرقه. غنحتاجو فيرميسال اللي ديجا سلقتها وقطعتها هكا طريفات صغار، والزيت النباتيه باش نطيبو الكوكلي ديالنا. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنديروها غادي ناخدو البصله والثومة الربيع والحامض، غادي نوضعهم هكا في واحد زلافه كبيره باش نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. ودابا من بعد ما وضعت هاد العناصر كامله في هاد السليفه غادي نزيد عليهم العطريه، وغادي نزيد نص كاس ديال الزيت، وغادي نخلطهم مزيان. من بعد ما خلطت هاد العناصر كامله مزيان مع بعضياتها غادي ناخذ منها واحد المعلقه بحال هكا، معلقه كبيره تكون عامره، وغادي نضيفها للفيرميسال وغادي نخلط مزيان. جبنت لي باقا ملاصقه واحد شويه غادي نقطعها بالمقص، ونعاود نخلط باش هاد الفيرميسال حتى هي كتشرب ليا العطريه وكتجيني لذيذه. الا كان عندكم شويه ديال الزيتون تقدروا تضيفوا حتى الزيتون حتى هو كيعطيها واحد اللذه هكا. وغادي ندوزو دابا نعمرو الكوكلي ديالنا. غناخدو الكوكلي الاول ديالنا، غناخدو شويه ديال الخليط اللي وجدنا كندهنو به الكوكليه مزيان، كنوضعها في الكوكوط ندهنهم كاملين، ومن بعد غنعمرهم ونوضعهم في الكوكوط. الا خفتو يصفروا لكم يديكم كيف كنقول لكم ديما ديروا استعملوا الليقات فهما مزيانين، يعني غادي يحافظوا لكم على يديكم. غناخذ الفيرميسال باش نعمر الكوكلي ديالي، وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الخيط باش غادي نسدو الكوكليات باش ما يتزلعش لينا الفيرميسال وتخرج لينا على برا. كيف كتشوفوا معنا الطريقه جد بسيطه وكيجي الصراحه لذيذ هذا الكوكلي هذا. تقريبا الفيرميسال جاتني تقريبا عبار واحد هكا، وهاد الكميه اللي بقات نزيدها في هاد المادانيير. تقريبا الكوكلي راه كيكون عبار واحد قياس واحد، زعما ما كتكونش شي ديفيرونس
كبيره بين الكوكليات المركزيه. غادي ناخذوا خويط بحال هكا باش غادي نعقدوا به الرجيلات ديال الكوكليات باش ما يتحلوش لينا في الطياب بحال هكا. صراحه كنديرهم هنا وكنزيد كنعاون بالخيط حيت هاد الجليدات هادو ما كنثقش فيهم، بعض المرات كترطق وكت كيتحل لينا الكوكلي اولا الدجاج، زعما حتى الدجاج كيديرها ليا. وغادي ندور هكا خويط وغادي نعقد حتى يطيبوا، وملي كنبغي نقدمهم كنحيد هاد الخويطات هادو. كيف شفتوا معايا نحيد هاد الفيرميسال هاد اللي هنايا لاصقه باش ما تدوزش ليا في المرقه، وغنضاف الكوكوت. ندوزو دابا للثانيه حتى هي نعقدوها، نوضعو الرجيلات هنا من هذا الشكل، وكندور الخيط ديالي على هذا الشكل هكا، وكنعقد مزيان باش ما يطرش ليا الخيط مع الطياب. ونديرهم غنديرهم يطيبوا، راه ما كياخذوش وقت يعني طويل بزاف، دغيا كيوجدوا. غنديرهم على السطر ديالهم، غنقلبهم على السطر ديالهم باش يطيب ليا الصدر دغيا، حيت اون جينيرال هو اللي كيتعطل شويه في الطياب على هذا الشكل هذا. وغادي ندور الخويط ديالي، كيف شفتوا معايا راه دغيا كيتحل هاد الجليدات هادو مع كيكونوا الكوكليات رهاف بزاف، دغيا كيتحلوا. ودابا هنا سديتهم، غنقي من الفيرميسال وغادي ندوز دابا نوضع هاد الشرموله هادي، غنقلبهم على سترهم باش يطيبوا دغيا هاد الشكل هذا. وغادي نوضع الشرموله ديالي كامله، انا هاد الشكل هذا كنوضعهم فوق منهم، وغادي نضيف شويه ديال الماء وغادي نسد عليهم يطيبوا ونتلاقاو من بعد مع الشكل النهائي. ودابا الكوكلي ديالي ها هو وجد، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الطبق ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا انكم تكونوا كتستافدوا من الوصفات اللي كنقدم لكم. وكيف كنقول لكم ديما، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. وايضا ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم وكاع الناس اللي كتعرفوهم. هاد الطبق هذا يمكن لكم ترفقوه مع لي فخيت، ديروا الزيتون. انا صراحه شهيت البيض فانا درت معاه البيض. تقدروا ايضا انكم ديروا دي ليغوم سوتي تزيدوهم حتى هما، فهما كيجيو زوينين. انا صراحه بغيتو غير بحال هكا، بغيتو درتو غير على قبل العشاء، يعني ملي كيكون الغداء ولا كيكونوا الناس عندكم كثر، فانتوما كتقدروا تزيدوا حوايج اخرين باش ترفقوهم مع هاد الكوكليات هادو. فالفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو، كنشكركم على المتابعه وكنضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله في القريب. كنقول لكم شكرا والى اللقاء.